السلام عليكم. اليوم جبت لكم طريقة فتح بث مباشر في الانستغرام. نذهب إلى الكاميرا اللي في الوسط، ثم نذهب تحت إلى بث مباشر، تستطيع أن تسوي بث مباشر تجريبي عام أو تجربة مع نفسك. ثم تضغط على الوسط ويتم بث مباشر. بعد إلغاء البث المباشر تستطيع أن تحفظه أو تمسحه.